في خطوة مفاجئة لكثيرين من عشاقها، أعلنت المطربة الأيرلندية الشهيرة سينيد إيكونار اعتناق الإسلام وغيرت اسمها إلى شهداء دافيت. وكتبت الفنانة صاحبة 51 عاما على موقع تويتر: أعلن أنني أفتخر باعتناق الإسلام، إنها النتيجة الطبيعية لأي رحلة دينية ذكية. وتابعت: جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل الكتب الأخرى زائدة عن الحاجة. مشاهدة رسولنا هيا سلام، هيا سلام، هيا La ilaha illallah.